لأن ربنا سبحانه وتعالى بيغفر، فأنا مين عشان مغفرش أو أسامح؟ أهلا واضح، نهى عبدين. عادات فيا محدش يعرفها غير القريبين. أنا عاطفية جدا جدا جدا، بس ده مع الوقت عرفت انه ما ينفعش يبان لكل الناس، يعني مش كل الناس تستاهل ان انت تبين لها ان انت انسان عاطفي وحنين وطيب، يعني في ناس كتير بتستغل ده ضدك. انا عصبية جدا جدا، بتحمق لأي حاجة مش عجباني او اللي هو بيتقال عليه مش عاجبه الحال المايل. انا حتى لو حاجة ما تخصنيش وشايفة ان هي مش مظبوطة تلاقيني بتحمق، ويعني يعني المتحدث الرسمي عن الغلابة. اكتر شيء اقدره في اصدقائي انه يكون قلبهم نظيف وحقيقيين. لو كان عندي الاوبشن ان انا اختار موهبة تانية غير التمثيل، اني اكون راقصة، راقصة باليه. يعني انا بحب الرقص، انا كان نفسي ابقى راقصة باليه على فكرة، بحس ان فيها حرية كده وبتبقي طايرة وعلى المسرح، نوع برضو من الفن. الخطيئة اللي انا ممكن اسامح فيها، انا بشكل عام شخص متسامح وشخص بحط نفسي مكان الطرف التاني دايما، ودايما بوجد له اعذار. بس الخطيئة اللي انا عمري ما اغفرها انه يغدر بي عمد او يخني عمد، يعني هو عارف ان 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 ده هيأذيني ويعمله هو عارف وقاصد، انما انا بشكل عام يعني متسامحه. حتى لو جه قال لي وبرر لي واداني اسباب هغفر، لان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر، فانا مين عشان ما اغفرش او اسامح؟ فكرتي عن التعاسه والشقاء ان البني ادم ما يبقاش راضي باي حاجه، يعني دايما باصص للناس، دايما باصص للي مش معاه، دايما باصص في طبق غيره، يعني وطول الوقت بيبرر ان ده ناجح او ده عنده او ده لاسباب غير ان ربنا هو السبب. فدي تعاسة، ان انت شايف اي حاجة مش عندك ان هي الاسباب اخرى غير ربنا. اكتر حاجة معترض عليها في شخصيتي ان انا ردود افعالي سريعة، محتاجة اهدى شوية قبل ما اخد رد الفعل، لان مش مسألة ان انا بندم، لا بالعكس انا مش بندم ان انا رد فعلي يكون سريع، بس ممكن يكون ما باخدش رد الفعل المظبوط، فمحتاجة ان انا اهدى عشان اخد رد الفعل المظبوط. شكرا، واضح.